في صورة تجسد تضامن العراق مع أشقائه في المنطقة، استنفرت ملاكات العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء جميع جهودها لاستقبال مئات المواطنين اللبنانيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة بلادهم. الرحلة التي قطعها النازحون اللبنانيون براً عبر الحدود السورية العراقية كانت شاقة ومرهقة، إلا إن وصولهم إلى العراق منحهم الشعور بالأمان والاستقرار. تباشرة مدينة سيد الأوصياء وباقي مدن الزائرين باستقبال الأخوة النازحين من دولة لبنان الشقيقة. يعني بدأ الأمر قبل حوالي أسبوعين، استقبلنا أول النازحين. في بداية الأمر كان الجرحى من دولة لبنان. الآن استقبلنا جميع العوائل النازحة، هيئنا كل المتطلبات الخاصة بهم. من احنا عندنا 6 مجمعات فندقية في مدينة سيد الأوصياء جهزت بالكامل، حاليا العدد يعني امتلأت المدينة بالنازحين. المواطنون اللبنانيون الذين وصلوا إلى محافظة كربلاء عبروا عن شكرهم العميق للتسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية العراقية، والتي أسهمت بشكل كبير في تخفيف معاناتهم خلال نزوحهم من لبنان. أنا بدي أشكر أهل العراق وشعب العراق ودولة العراق أنه أنقذتنا من هذا اليهود، وشكراً كتير لكم. يعني ما بعرف شو بدي أقول، بس إن شاء الله بتوقف هالأزمة بلبنان، وإسرائيل دمرت لنا بيوتنا ودمرت لنا كل شيء لنا، ودمرت لنا المدارس، دمرت لنا كل شيء لنا. إسرائيل عم تقصف، ما عندها منطقة، كله عم تقصفه، لا عم تعوف جبل لجنوب لشمال، كله عم تضرب أهداف، وأهداف فيها خوف، الضرب كتير قوي. أما بالنسبة للعراق، أهل الكرم، أهل الجود، شو بدي أقول لك؟ ما قد ما أحكي عن أهل العراق بقصر بالكلام، بالاحتضان، بالحب، بالأمان. حتى العتبات الحسينية هون نحن كأنه بالأوتيل، يعني معززين، مكرمين، كل شيء، ما عم نحتاج شيء أبداً أبداً. هذه القصة الإنسانية تعكس فصلاً جديداً من العلاقات الأخوية المتينة بين العراق ولبنان، حيث كانت هذه المبادرات ذات أثر كبير في التخفيف من الضغوط عن العائلات اللبنانية التي هربت من ويلات الحرب لتجد في العراق دعماً وسنداً إنسانياً في وقت الأزمات والحروب. من محافظة كربلاء، معتز العبودي، زاك روستيفي.